وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان الخبير في الشؤون الإيرانية دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، ما هو تعليقك حول سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشكيل ما يسمى بناتو عربي للتصدي للتوسع الإيراني في المنطقة؟ شكرا جزيلا لكم. يعني لا شك أن هذا يندرج في إطار المواجهة الأمريكية مع إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بتحجيم النفوذ الإيراني المتعاظم من خلال مداخل الأزمات الإقليمية ووقف دعم إيران للإرهاب. الآن هذا التصريح أو إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن إعلان هذا التحالف يأتي وفق مجموعة من المتغيرات. المتغير الأول هو فرض عقوبات أمريكية على إيران، حيث هنالك حزمتين. الأولى سوف تكون في آب أغسطس، يعني بعد أقل من أيام معدودة، والحزمة الأخرى سوف تكون في شهر نوفمبر قبل نهاية هذا العام. وبالتالي هنالك حاجة أمريكية إلى الدول التي تشترك بجبرية جغرافية مع الجانب الإيراني بهدف إنجاح ما يسمى أسميه العقوبات الذكية على إيران. الأمر الثاني، الحاجة إلى حشد الدعم الإقليمي للوقوف بوجه إيران و لتحجيم نفوذها خاصة من خلال مداخل الأزمات الإقليمية. نحن نتحدث عن أدوار مهمة لدول عربية، لا سيما الكتلة الخليجية وفي مقدمة المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، بما تمتلك هذه الدول من ثقل ومن أهمية للوقوف بوجه المشاريع الإيرانية. وإيران كما تعلمين لديها مشروع للهيمنة والتوسع وبسط النفوذ على دول المنطقة، وبالتالي هنالك حاجة لما يسمى بحشد الدعم الإقليمي كورقة ضاغطة على الدول الضامن للاتفاق النووي. طيب، في اعتقادك دكتور نبيل، نعم، في اعتقادك يعني كيف يمكن وضع حد لهذا الإرهاب الذي ذكرته والتطرف الذي يمارسه النظام الإيراني في المنطقة؟ أنا بعتقد أن هنالك أهمية كبرى لحشد إقليمي ودولي في هذا الأمر. نحن نتحدث عن دول ضامنة للاتفاق النووي، لا زالت ترتبط بعلاقات دعيني أسميها التعاونية للوقوف بوجه السياسات الأمريكية، خاصة بعض الدول الأوروبية، روسيا والصين. هذه الدول تشترك بعلاقات تعاونية مع بعض الدول الفاعلة في الإقليم، لا سيما دول مثل الكتلة الخليجية على سبيل المثال. وبالتالي هذا يمثل ورقة ضاغطة من خلال إنشاء هذا التحالف للضغط على هذه الدول. الأمر الثاني أنه كما تعلمين أيضا أنه إيران منخرطة من خلال مداخل الأزمات الإقليمية، منخرطة في الحريق الإقليمي، بدءا بالأزمة العراقية، الأزمة السورية، الأزمة اللبنانية، الأزمة اليمنية. وهذه الدول أو هذه الأزمات لديها جبرية جغرافية مع دول فاعلة قد تكون لها أدوار مهمة مستقبلا في الوقوف بوجه المشروع الإيراني، مثل الأردن، مثل مصر، مثل أيضا المملكة العربية السعودية، وكما ذكرت قبل قليل بعض الدول الأخرى المهمة والمحورية في الإقليم. في واقع الأمر لابد من حشد الطاقات للوقوف بوجه المشروع الإيراني. الآن هذا يعني يعود بدرجة أساسية إلى طبيعة العقوبات الأمريكية، وهل هذه العقوبات هي عقوبات ذكية؟ هل تستهدف تغيير سلوك النظام الإيراني وتغيير سياسات إيران العدوانية التي تسعى إلى بناء مجال حيوي، تسعى إلى بناء ما يسمى بالكوريدور الإيراني الممتد من العراق إلى سوريا إلى البحر الأبيض المتوسط؟ وبالتالي هي بحاجة إلى حشد مختلف الطاقات. هنالك دول تشترك بعلاقات دعيني أسميها صراعية مع الجانب الإيراني. إيران لديها سجل حافل في دعم الإرهاب في مملكة البحرين، وكان هنالك دور فاعل ومؤثر لأجهزة الأمن البحرينية التي نكن لها الاعتزاز والتقدير في كشف كثير من المحاولات. إيران لديها أكثر من 15 إلى 16 محاولة ما بين عام 2015 إلى 2016 في خلخلة أمن في البحرين. هنالك أيضا خلية تم القبض عليها مؤخرا، خلية العبدلي في 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 الكويت. هنالك خلية ثغرة عصفور التي تم القبض عليها من جانب أجهزة الأمن الأردنية. هنالك أيضا التعاون لدعم جبهة البوليساريو لزعزعة الأمن في المملكة المغربية. وبالتالي إيران منخرطة ليس فقط في الحريق الإقليمي، بل هي أيضا منخرطة في مداخل الأزمات الإقليمية، في إثارة الفوضى، النزاعات، دعم الإرهاب. وبالتالي نعم، وضحت الصورة بالتأكيد. نعم. من عمان الخبير في الشؤون الإيرانية دكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك.